طب ايه الحاجة اللي كنت بتشوفيها في الفنانات زمان وتقولي خسارة ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ ما تطلعوا بطبيعتكم في الحتة دي، ما زي ايه مثلا؟ هي افتكر اكتر حاجة كانت الميك اب والشعر، كان دايما افتكر هي برضو انا يعني اي جرو اب، يعني انا كبرت في وقت كان كل الشعر اللي هو اللي بره طالع لبره متشور لبره، والحواجب الرفيعه والروج اللي هو بالليب لاينر. ايوه كان ده الشكل اللي دايما متفرج على مزيكا ومش عارف ايه، دايما هو ده الشكل النمطي اللي احنا كنا بنشوفه. ف دلوقتي لا، دلوقتي خلاص انا يعني كل اصحابي اللي في الموجودين معايا في الفن، انا حاسه كل واحد فينا يعتبر شخصية يعني on its own. صح. انا عارفة انك درستي علم نفس، ده حقيقي، وطبعا علم نفس اكيد مفيد جدا في حياتنا، وياريت كلنا اصلا ندرس علم نفس. بس احكي لي قد ايه هو مفيد في حد بيبتدي براند جديد وبزنس بقى، حد عايز يعيش عامة في اي حاجة ايا كان، عايز يبدأ براند او لا. فكرة ان الواحد يثقف نفسه عن السايكولوجي دي مهمة جدا، وانا الحقيقة دراستي ساعدتني قوي في الفن وفي البراند. ازاي انك تحاولي تقري اللي قدامك، ازاي تدخلي له من المداخل اللي تخليكي تاخدي في الاخر اللي انت عايزاه من غير ما تكوني جايه عليه، ازاي انك تبقي مصابره، ازاي ان انت تدي لكل واحد تحطيه في الموقف بتاعه فما تتضايقيش منه. فاهمه؟ فلا، السايكولوجي بالنسبه لي كان اصلا يعني انا بعد دراستي كنت بقيت انسانه ثانيه خالص، خليتني اشوف الحياه بطريقه ثانيه خالص. الحقيقه وغيرت طريقه معاملتك لناس كتير جدا، ما بقتش بتضايق من اي حد خالص، دايما عذر بوزع عذار. فلا، الموضوع ده مهم جدا، ودفنتلي بنصح اي حد ان هو يقرا اصلا في السايكولوجي، هيفيده جدا في حياته عامه في ايا كان يعني.